شفت المباراه اليوم؟ تعليقك على النتيجه. في البدء خلني ابدا كالكبار مثل فريق النصر دائما الكبير، اقول مبروك للاتحاد وهارد لك للنصر. مباراه صعبه على الفريقين، مباراه حذره جدا، مباراه كانت قاب قوسين او ادنى للنصر، قاب قوسين او ادنى للاتحاد، يعني كانت الاحتمال والاتحاد لعب على امكانياته والنصر لعب على ظروفه. يجب ان لا ننسى ان النصر لديه غيابات مهمه وغيابات مؤثره جدا، ورغم ذلك ظهر بشكل كبير جدا. اعتقد ان المدرب تعامل مع المباراه كما يجب وفقا للغيابات. شفنا ايضا وسط هذه المباراه جوستافو تم استبداله في الشوط الثاني. الظروف تتوالى على النصر، هذا ما هو عذر، ولكن ايضا لازم نوضح هذه النقاط. ايضا هناك مسك واضح وفاضح لعبد الله مادو، كان يفترض ركله جزاء، انا ما اعرف الحكام ايش نظرتهم. ايضا هناك اكثر من فرصه لكريستيانو رونالدو تألق معها الحارس، اللي انا اعتقد انه سر والسبب الكبير في الاتحاد اللي هو قروهي. فالمباراه كانت صعبه جدا. في نهايه الامر 3 نقاط خسرها النصر، كسبها الاتحاد. الاتحاد الان متصدر، ولكن من وجهه نظري الصداره بالنسبه للاتحاد تغيب وترجع تغيب وما لها نيه. الجولة الجاية بالكثير اللي بعدها حيسلمها، يعني لكن يعني كانك على عجالة. كانك تقول على يعني عجالة. يعني كانك تقول يعني افرحوا فيها، ما راح تطولون، ما راح، يا اذا كان في 11 نقطة وكانوا متصدرين ب 11 نقطة فما بالك بفارق نقطة. عموما انا خلني اقول لك ابو بدر بس جزئية بسيطة وسريعة على الكلام اللي انقال في بداية الحلقة منك ومن الزميل جمال، انه الاتحاد اصبح عقده. انا ما قلت عادة. انا ما قلت عقده، انا ذكرت سر تاريخي جمال. لا 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 انت، انا اللي قلت. كيف تنصلت انت؟ ايه؟ تتكلم لا أنا تقول من ما ادري كم سنه واللي ايوه. بالابتدائي واللي ايه؟ ما طيب تعال اوكي ببساطه خليني، معلش انا سمعتك ابو بدر بس بنص دقيقه اسمعني لو سمحت. دقيقه يا اخي مو دقيقه، نص دقيقه يلا تعال. لا 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 انا احتاج نص دقيقه بدون مقاطعه فقط واشكرك عليها. مواجهات المحترفين 29 مواجهه، النصر فاز 11، فاز الاتحاد 9، تعادلوا 9. وين العاده؟ تعال من 2013 الى وقتنا الحالي في مواجهات الفريقين في الدوري، النصر سيطر على المباريات رايح جاي، فوز ما في تعادل الا في مباراه ومباراتين من 2013 الى 2018، يعني 5 سنوات ونصف، وهذه عليك حسبتها. تعال نتكلم بس على عجاله، انه في الدوري من 2013 الى يومنا هذا النصر فاز في الدوري على الاتحاد 10 مباريات، الاتحاد فاز 5 مباريات، تعادلوا في 5 مباريات. انا بس ابي اعرف العقده هذه اللي يتكلمون عنها وين؟ 5 سنين يسددون فواتير، ولا ولسه يسددون فواتير ولسه باقي الفاتورة لسه ما خلصت. فبالتالي أنا أقول شوف، أنا لن أنزلق هذا المنزلق اللي أنا للأمانة أستكبره من الأستاذ والزميل العزيز جمال عارف. أنا لن أصغر الاتحاد، الاتحاد كيان كبير من حقه يفرح، ولا يمكن أني أقول أنه النصر عادة وعقدة، لا 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 لا، بس أنا أرد بأرقام وأرد بحقائق فقط لا غير. طيب سؤال يعني كبير. لا لا طيب ماشي ماشي كبير، بس انت رحت من يصغرهم محمد انت رحت في الموضوع نفسي. رحت في الموضوع في مكان بعيد. اولا احنا مش جالسين في جلسه لمناقشه تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر، احنا نتكلم عن واقع. النصر في الدوري كم صار له ما حسمع كلمه مبروك قدام الاتحاد؟ تقول لي لا احنا فزنا عليكم قبل 15 سنة وسيطر. أيوة هذا رصد تاريخي ممكن المشجعين يتحدثون فيه. لا 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 لا. اللغة الفنية ال5 سنوات أو ال4 سنوات الماضية ما شفت مبروك قدام الاتحاد في الدوري، صحيح ولا احنا قاعدين نألف معلومات؟ جميل جدا. كم الفوز، كم فاز الاتحاد في هذه الفترة، بينما النصر 10 مباريات في الفترة اللي سيطر فيها. طيب. رجل خلينا نتكلم بمنطق، لما تقول لي هذه الفترة أنت تأخذها، شوف
أنا ما أنا أخذ أخذ على الواقع الحالي، أنا ما قاعد أناقش في تاريخ. هو اختار الصورة من جانب معين. أنت تختار، أنت تختار التوقيت اللي تبغاه، أنت محمد تختار التوقيت اللي تبغاه من 13. لا 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 أنا كلمتك. لا دقيقة دقيقة خمن، أنت تكلمت، أنت تكلمت، أنت تكلمت، أنت تكلمت. خلينا من المحترفين، يعني نلغي نغلب البطولات هذيك اللي تحققت. لغة الأرقام تتكلم. يا أخي دقيقة خلينا، إحنا سكت، أنت قاعد تتكلم. طيب بمعنى جمال، أنت قاعد تلغي كل السنوات اللي فاز فيها الاتحاد، عدة السنوات اللي فاز فيها سيطر الاتحاد سيطرة كاملة على النصر، وبعدين هذه اللغة اللي هي ما تأكل عيش، ما تأكل عيش. اللي هي لغة. لغة إنه أنا. يعني لو بدي اتكلم انا على البطوله، على المباريات، على اللعبه، الدوري التحدي. الدوري ياكل عيش صح؟ دقيقه يا اخي، بطوله الدوري. كمل جمال. لا جمال لازم تكمل تخلص. ما ابغى اسوي له، يعني ما راح يسكت هو. طيب ما يبغى يسكت. لا هو ما يسكت، لازم يسكت. طيب عشان لازم يسكت عشان في احترام للنقاش. يعني ما في نقاش، احنا نبغى نخلص. يلا كمل. هو يقول من حط التوقيت من 2013 2017 انه الاتحاد ما فاز. مو صحيح هذا، ما له دخل في المواعيد. طيب هو اللي جابها. هو انا قاعد ارد عليه. طيب قلت طيب لا لا بس انا ارد عليه يا ابن الحلال. هذا رص تاريخي، ما هو وقته، ما هو وقته. اجيب التاريخ، اتكلم عن واقع واقع الواقع الحالي فقط. انا ما قاعد اناقش. ليش ليش اوكي واقع واقع حالي تكلم عن مباراه اليوم، لكن ترجع الخمس مباريات، الخمس سنوات. لانك ما فزت في الدوري. متى متى فزت، متى فزت عليه في الدوري؟ لا دوري اخر مره السوبر. لا لا خلني، متى اخر مره يا عزيزي؟ اوكي صحيح بس معك. هذا هذا النقاش. طيب اوكي اذا ان سميتها، اذا سميتها عقده، طيب السيطره الاكبر للنصر وش تسميها؟ السيطره الاكبر عده السنوات الماضيه. لا تلغي، لا تلغي. دخل المدرسه كم كم. لا تلغي سنوات اللي فاز فيها الاتحاد. انت تبغى تلغي الدوري من الاول من من 77؟ تبغى تلغيه المباريات اللي فاز فيها الاتحاد؟ انا بصراحه ما احب اتكلم على الاسلوب هذا. قول يا رب، يا رب ان شاء الله. عارف ايش؟ انه ان شاء الله يخلص قبل قبل ما يخلص الابتدائي. نقول لمحمد مزبوط، مبروك. طيب خلاص عشان اقفل الموضوع خلينا نروح الفاصل. اهم شيء يحققوا الدوري يا ابو بدر. صحيح، اهم شيء. برافو عليك والله، هذا صح كلام محمد صح. 14 سنه. لا 15 سنه اللي قعدوا، اللي قعدوا من يوم ما تاسسوا ما حققوا اسيا. طيب نروح فاصل، نروح فاصل ونعود. نتكلم على الاتحاد. الحاله الثانيه كانت الدقيقه 43. طبعا بالنسبه عمليه مسك داخل منطقه الجزاء اثناء تنفيذ ركله ركنيه، والكرة لعبت الكرة وحصل المسك من لاعب نادي الاتحاد مد الله العليان مع مادو، فبالتالي ركلة جزاء نتيجة المسك اللي أثر على حركة المهاجم، وبالتالي كان مفترض أنه حكم المباراة لم يعلن عنها. كان كملها كمل الحالة، كان مفترض أنه حكم الفي آر يستدعي الحكم ليشاهد هذه الحالة، وركلة جزاء لنادي النصر لم يعلن عنها حكم المباراة في الدقيقة 43 من الشوط الأول. خلينا نشوف رأي كابتن سمير فيها. بص الحالة دي مركبة بالنسبة لي. أول حاجة قبل ما أقول القرار هقول أنا شايف إيه. عندنا في اتنين لعيبة من الاتحاد، وعندنا في اتنين لعيبة من النصر. عندنا ملاحظ الكرة هنلاقي لعيب رونالدو بيمسك حاطط إيده على لعيب نادي الاتحاد زي ما احنا شايفينها في النص. دي أول خطأ على لعيب نادي النصر. بعد كده عندنا لعيب نادي الاتحاد حاطط ايده على لعيب نادي النصر، يبقى هنا في خطا من هنا وخطا من هنا. علاوه ان لمس وضع اليد على لعيب نادي الاتحاد اللي احنا شايفينها قريبه عندنا من الكاميرا، ده طبقا لرؤيتي هنا هنا دي هنا، ولا في دفع؟ ليه مش بقول في دفع؟ كلمه دفع يعني ده بتبقى مضمومه وبتتفرد، يبقى عندنا دفع ولا فيها مسك. تمام، بس نفترض لو فيها اعاقه وهي الاعاقه اصلا مش موجوده، طب انت عندك اعاقه خطا من على رونالدو. ففي هذه الحاله طالما في خطأين حدث في نفس التوقيت في نفس اللعبه، يبقى قرار الحكم هو استمرار اللعب ولا توجد ركله جزاء. ولازم هنا برضو حكم الفار اكد على نفس الصوره احنا شايفينها، قال له هنا والله فين لعيب بتاع رونالدو ماسك واللعيب بتاع نادي الاتحاد حاطط ايده، ولا دي فيها خطا ولا دي فيها خطا. الحكم كان قريب جدا، اعتقد مسافه حوالي 9 متر. انا من وجهه نظري انا كلام الحكم هو السليم انه لا توجد ركله جزاء، ده طبقا الصوره اللي انا شايفها. محمد العنزي تلاقيه كرهك الحين. بالنسبه طيب نروح لكابتن فودة. بالنسبه للحاله في تدافع بالنسبه للاعبين حمد الله ورونالدو، الحاله البعيده تدافع، لا يوجد اي اثر للمسك ولا دفع، كل اللاعبين واضعين يدينهم، لكن لاعب نادي الاتحاد لم يضع يده ولكن عمليه مسك واعاق حركه المنافس وبالتالي ركله جزاء. الحاله الاولى اللي هي اللاعبين المتنافسين هناك
كان التدافع او وضع اليدين لا توجد اي مخالفه، لكن المخالفه موجوده هنا، مسك واضح من لاعب نادي الاتحاد واعاق حركه مهاجم نادي النصر، وبالتالي ركله جزاء في الدقيقه 43. هذا المسك موجود قدامنا الان وليس عمليه وضع يد، مسك وسقوط المهاجم داخل منطقه الجزاء. اخر تعليق كابتن سمير اللقطه هذه، المسك بيرجع اللعيب لورا، الدفع بيطلع اللعيب لقدام، الكره دي ولا فيها دفع ولا فيها مسك، ده وضع يد. ونيجي نبص على رونالدو هتلاقي نفس القصه رونالدو بيعملها، من حاجه من حاجتين، هتمسك يبقى اللعيب مش هيطلع لقدام، هتشد يبقى اللعيب هيرجع لورا. دي وجهه نظري انا، قرار طيب الحكم اللي انا شايفه صح. انا لو حكم هكمل استمرار اللعب. شكرا، كل واحد وضح وجهه نظره، نكمل حالة. ركل المسك موجود وليس دفع، مسك موجود من لاعب نادي الاتحاد. الحاله شكل جمال عنده في اكسترا، والله عندي مصايح. على الفودة عندي كلام كثير. بس شاهد ابغاك بشاهد حاله واحده، ما ابغى لا معليش يا ابو فهد، انت معليش يا ابو فهد تكلمت انت في شاهد ولا نشوفه؟ طيب ماكم تشوفوا شاهد. محمد العنزي بيخليكم علماء، والله ما يخليكم، لا خليكم ولا هم خليني انا اصلا. يلا شكرا لكم، يعطيكم العافيه.